أزواج العطاء برفع العلم المصري شامخاً على 47 قطعة بحرية إذاناً بدخولها الخدمة. من طائرات متعدد المهام F-16 يتقدم تشكيل مكون من اللانشات القتالية. وفي اتجاه الساعة 11 يظهر تشكيل جوي مكون من هامي 24. تشكيل جوي بقوة رفع من طائرات متعدد المهام F-19. شاشات العرض بث مباشر لعملية إطلاق التجهيز الحربي.